لمزيد من التفاصيل ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ قصي المعتصم الباحث في الشؤون العسكريه. اهلا بكم استاذ قصي الى استوديو الرافدين. كيف تقرا هذا الانهيار الامني في الانبار؟ القوات الحكوميه تقول انها على وشك السيطره على عموم المحافظه، فجاه تستيقظ على وقع الاشتباكات، كيف تقرا ذلك؟ تحياتي لك ولجمهور قناه الرافدين الافاضل. بدءا العمليات، حقيقه الامر هي ليست عمليات مفاجئه. هذا الوضع اللي حصل كان متوقع منذ أن خرج داعش من الموصل وبعض الأماكن مثل صلاح الدين وغيرها، وقلنا أن استراتيجية هذا التنظيم ستبدأ بشكل آخر بضرب مواقع متفرقة على عموم العراق وللتأثير على القوات العسكرية. ولو تلاحظ اليوم العمليات اللي دارت هي عمليات ليست على الحدود وإنما بمسافة 300 إلى 350 كيلومتر داخل العمق العراقي، أي في وسط العراق. هذا يعني أن هذا التنظيم ما زال يتمتع بمرونة الحركة ابتداء من منطقة الرمادي وثرثار باتجاه صلاح الدين ووصولا إلى جنوب الحسكة وإلى ألبو كمال. هذه مساحة شاسعة من الأراضي يتحرك بها بكل حرية. لكن لنرجع الموضوع، لماذا هذا التنظيم ما زال يتحرك بفاعلية في تلك المناطق؟ الاستراتيجية العسكرية العراقية لم تعتمد مبدأ الاستفادة من السكان الموجودين في هذه المناطق والتي تم طرد داعش منها في تهيئة قوات بديلة للقوات العسكرية لكي تحمي هذه المناطق، هذا واحد. اثنين، لم تسمح بعودة كل المهجرين هذه المناطق إلى أراضيهم وبالتالي يستطيعون أن يمسكوا الأرض. إضافة إلى أن هناك يعني حدثت جرائم كبيرة أدت إلى ما زال هناك البعض من يتعاطف مع من يقف ضد الحكومة، وهذا أيضا يجب أن تعالج الحكومة. إذن العملية هي عملية ليست مفاجئة، وهذا متوقع ومتوقع أكثر من ذلك، لأنه عمق العمل الذي يعمل فيه هذا التنظيم ليس على الحدود وإنما في الداخل، وهذا يشكل يعني عبء كبير على القوات العراقية التي لا تستطيع أن تغطي هذه المساحات الشاسعة. إضافة إلى لو لاحظت الآن تحرك الحشد الشعبي أيضا، هذا واحد من الأسباب الرئيسية لبقاء هذا التنظيم، وهو الحشد الشعبي اللي يمتد يعني من نهر الفرات وإلى منطقة عكاشات وإلى الرطبة. هذا أيضا هو يعني هذه مناطق واسعة تابعة للرمادي. نعم. والمحافظة الأنبار. نعم، خليت الإعلام الحربي أستاذ قصي يعني قللت من أهمية هذه الهجمات وكأنها لم تكن، إلى أي مدى تعتقد أن هذه الهجمات ستبطئ وسيكون لها الدور بإبطاء سير المعارك في مدن غرب الأنبار؟ يعني لو كانت هذه عمليات على الحدود العراقية أو اشتباكات كان ينظر لها بنفس المنظور اللي تفضلت به حضرتك أو ما دعاه شبكة الإعلام، ولكن العمليات جرت وبفاعلية وبعجلات، دخلوا كل هذه المسافة 350 كيلومتر في أراضي وعرة ليس على الطرق الرئيسية، هذا يعني لا يستمر لي 5 أو 6 ساعات إن كان جاء من الحدود، ولكن هذه تعطي دلالة على أن هذا التنظيم ما زال متمركز في أماكن معينة في مناطق غرب الأنبار، وبالتالي يبقى يشكل تهديدا كبيرا لهذه المناطق، لأنه لحد هذه اللحظة تتخذ من الانتصارات اللي حصلت من الجيشية لأغراض شخصية ولأغراض دعايات انتخابية ولأغراض تنافس بين الحكومة على من عمل وفعل، وبالتالي من يدفع الثمن هو هذه المناطق. على الحكومة يجب أن توفر قوات من هذه المناطق ومن هذه المدن المحررة وتدافع عن أماكنها. في ظل هذا الوضع توقع أسوأ من ذلك، توقع أسوأ من هذا يحصل. هذا ليس هو عملا يعني عارضا، وإنما هذا يدل من الناحية العسكرية أن هذا التنظيم في مكان اليوم اللي صار به، هذا يعني أنه لديه القدرة على التحرك لأبعد من ذلك. إن كنا فرضا وجدلا مع الرواية الحكومية بأن القوات الأمنية تسيطر بشكل كامل وبأنه لا توجد هذه الاختراقات، وكما قالت خلية الإعلام الحربي بأن هذه الاختراقات غير موجودة ولا أهمية لها بشكل كبير، يعني إن صدقنا هذه الرواية، هناك من يقول بأن هذه الاختراقات الأمنية مقصودة من قبل القوات الحكومية، لا سيما بما لهذه الاختراقات انعكاسات على المواطن ومبرر آخر لتواجد ميليشيا الحشد في الأنبار. ما رأيك بهذه الرواية؟ يعني هذا هو محاولة تطمين المواطن أنه الحكومة مسيطرة، ولكن هذا غير صحيح.
لا تنسى ان ما لاقته هذه المناطق، وبالذات نقولها صراحه المناطق السنيه، الكثير من هذه الميليشيات وهذا الجيش الطائفي، وبالتالي ينعكس على المواطن. المواطن اليوم يفكر بطرق اخرى لغرض خلاص من الحكومه، خاصه اذا ما نظرت ان الموضوع اليوم بدا بعد ما حصل في كردستان. لا يستبعد ان هناك الكثير من المناطق ستحاول ان تحذو حذو كردستان للخلاص من هذه الحكومه الطائفيه التي اذلتهم ولم تقدم لهم شيء، وبالتالي ايضا محاوله الحكومه لفرض السيطره على هذه المناطق والقول للمواطنين نحن موجودين هنا ومسيطرين على الموقف، ولكن هذا غير صحيح، وما زالت وستبقى هذه العمليات مستمره تاكل في ابناء الرمادي والمدن الاخرى العراقيه السنيه ما دامت هذه الحكومه تستبعد ان يشترك ابنائها في الدفاع عن هذه المناطق. نعم الاستاذ قصي المعتصم الباحث في الشؤون العسكريه كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.